السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قصيدة متواضعة أهديها إلى عز الأصدقاء، إلى حبيب الشرفاء، الأخ المحترم الحاج مهداد عبد القادر، والداته إلى كل عائلة، وإلى مهداد عبد الله، وإلى دوار أولاد الطالب أحمد الفطاطشة أينما كانوا. وتحية للسيد المدير المحترم الأحمر أحمد وأخوه الحاج أحمد، وإلى كل الشرفاء وكل اللي حضروا وكل اللي كيبانوا في الصورة. فتحية للجميع، وأقول السي عبد القادر في هذه القصيدة: صلوا على النبي الشرق الأنوار محمد حبيبنا نتوجه ليه. الشافع في أمته يوم المحشر ويوم الحشر الكل تتونس به. خاتم الأنبياء حبه القهار، الأمة مرسول من قلبي نبغيه. يا ربي يا خالقي عالم الأسرار وعبدك ضعيف سيدي حن عليه، وصلوا على النبي شرق الأنوار محمد حبيبنا نتوجه ليه. معظم هذا اليوم دركتني القدار، وسببها حرارة جلسي في سكنه فيه أولاد المناضيل الحاج المختار، ودار النفاخة والكرام معلومة به. خلقت علاقة مع ناس الأبرار وتفتحت القلوب بهنا ولهيه، ومن سيدي الحسن من فيهم ينظار، ومحمد عيسى خلا رجال ترحم عليه. وصلوا على النبي شرق الأنوار محمد حبيبنا نتوجه ليه. الشرفة من كل جهة جاءوا كبار، ورئيس المجلس واحد ما نسيه، ويا الطير الطير ودي لي الخبار وسكفوتها الخبر ديه. روح خدا نيشان وحدي لي صر، وثلاثة أبو بكر تديني ليه. أرض الخيرات والبنية مسطر، ودار الكرام زرتها الخير مواتيه. وسال على الأبطال لا تفشي الأسرار، وحبيب الشرفاء عبد القادر نبغيه. وصلوا على النبي شرق الأنوار محمد حبيبنا نتوجه ليه. وسال على مهداد وخوته البرار، وعبد القادر معقول ربي لقاني بيه، ولاد الطالب أحمد. والفطاطشة الحرار ومحلى جبالهم والغفل النوريه، ولد الكرام وجود ما يكرهش الجار، ويحبو محبوب لحد ساخي بيه. وصلوا على النبي شرق الأنوار محمد حبيبنا نتوجه ليه. جدودو معروفين ساله للدوار، ونكوة مهداد عبد القادر نوصيه، استقبلنا وفرح الوجه مستبشار، وكلمة مرحبا محال تعييه. هذه ترفد دي أمك بالقنطار، وطواب المنوعة تتخالف فيه. ضيفنا وشفنا ودخلنا للدار، وطلبتك يا إله حفظه ونجيه. وصلوا على النبي شرق الأنوار محمد حبيبنا نتوجه ليه. فرش على الألوان الشخصيات كبار، ولكل منظم مصواني تشعل فيه. قرآن وتذكير يشفي كل ضرار، ومعظم هذا اليوم لا حد سخابيه. ويا أهل الخير زينين الأفكار، ولد العز وشان أجنان وتسقيه. غرسة هي نور تستقلوا لثمار، يفرح ويسعد كل من ينسب عليه. وصلوا على النبي شرق الأنوار محمد حبيبنا نتوجه ليه. العهد وصل من يسي نكار، ود
الدنيا فايتة شبري نديه، وطلبتك وانت يا غفار وتنور هذا الدار وزيد الخير عليه.